الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام من جديد إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ إي كومبخوندغ. طبعا لازلنا مع هذه الأصوات، صوت أن الذي يكتب أ إي أن ثم بأ إي أن، أحيانا يكتب إي أن ثم الصوت واي ثم الصوت أي أي. الآن سنكمل مع هذه الفقرة كما نلاحظ عندنا غني اكري اون لاتر، روني اكري اون لاتر، اذا روني يكتب رسالة، روني اكري اون لاتر. طبعا هنا عندنا هنايسي لو فيرب اكريغ، لو فيرب اكريغ فعل كتابة كونجيغي او بريزون، يعني انه مصرف في الحاضر. طبعا نقول جي اكري تي اكري إل اكري نو زيكريفون vous écrivez ils écrivent هم يكتبون يكتبون. الآن طبعا في الماضي نقول j'ai écrit انا كتبت، tu as écrit il a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils ont écrit يعني هم كتبوا. اذا طبعا تبقى لو بارتيسيباس الخاص بفعل écrire تتردد على طول الصرف، على عكس لو بريزون التي يكون فيه الفعل بوحدو بدون اوكسيليير، اذا الفعل تتحمل هاد التغييرات خاصه اللي تتوقع في الاخر ديالو. ناخذ هاد الجمل، اذا سنرى غوني هنا كيف سيكتب هاد الرساله، غوني ايكري اون لاتر، اذا غوني يكتب رساله، سنرى كيف ذلك. غوني افواياجي، غوني افواياجي الى بري لو تران pour revenir. إذا غوني أولا أنه سافر، سافر عند عمي كما رأينا أو خاله. غوني أفواياجي، إذا طبعا عندنا هنا لو فيرب فواياجي، قلنا لو فيرب فواياجي كونجيغي أو باسي كومبوزي كما نو فويون، قلنا إيسي لوكسيليير أفواغ أو بريزون، أو بريزون إيسي قلنا لو بارتيسيباسي دو فيرب فواياجي، ألوغ لا Le passé composé du verbe voyager. René a voyagé. René a nos safara. Il a pris le train. De la même façon, ici, on a le passé composé du verbe prendre. Du verbe prendre. Adn le passé composé, yani adn al madi, ou nom al madi. Li fi'l akhada. Le verbe prendre. Il a pris le train. Idan huwa akhada al qitar. Il a pris le train. إذا عندنا لو باسي كومبوزي دو فيرب بروندر، وملي تنقولو لو باسي كومبوزي يعني خاصو يكون عندنا هنا يا إتر أو أفواغ في البريزون، ثم يكون عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل اللي تنتكلمو عليه اللي هو لو فيرب بروندر في حالتنا هنا. إذا إل أبخي، كما تنعرفو بأن لو فيرب بروندر في الغالب يصرف مع أفواغ، تنقولو بأن هذا خدا شي حاجة، هاد الفاعل اللي هو إل مثلا عندنا هنا اللي هو غوني بمعنى آخر، أخذ شيئا ما، إذا طبعا غيتصرف مع أفواغ. ممكن أن لو فيرب بروندر يصرف مع إتر إلا كان هاد الفاعل هو اللي تخدا، ممكن نقول مثلا إلي بخي يعني أنه هو أخذ. إذا على حساب، على حساب المعنى ديال الكلام، واش هاد الفاعل هو اللي تقام عليه الفعل أو هو قام بالفعل على شيء آخر. طبعا هنا تنعرفوا بأن إيل اللي هو غني هو غير ركب في القطار، يعني أنه هو بنفسه طلع في القطار. من حيث المعنى العام ديال الكلام أن خاصنا نصرفوا الفعل مع إتر لأنه هو طلع في القطار، طلع بنفسه، أنه ركب بنفسه في القطار. ولكن هنا الجملة تتقال كما قلنا بحال هو خدا شي حاجة، هي تتقال بهذا المعنى، وبالتالي هنا غنستعملو افواغ تابعا لهذا المعنى اللي تتصور به الجملة. إذا كأن غوني أخذ القطار، تماما كاللغة العربية. إذا إلى بخي لو تخان، إذا هو أخذ القطار بور غوفونيغ من أجل العودة، لي العودة، فونيغ جاء، revenir عادة، revenir عادة مشى ورجع،
René a voyagé, il a pris le train pour revenir. Il est maintenant à la maison. Il est content. Il est maintenant. إذن هو الآن maintenant à la maison, في المنزل. ممكن نقول مثلا il est à la maison, هو في المنزل. ولكن لنحدد أكثر نقول il est maintenant à la maison. هو الآن الآن maintenant à la maison, في المنزل. Il est content. هو il est يعني هو content. فرح أو سعيد. Il est content. إذن هو سعيد بهذه العطلة التي قضاها عند عمي أو خالي. Il dit à sa maman, je vais essayer de faire une lettre pour mon oncle. إذن il dit à sa maman, هو قال لأمه, je vais essayer. طبعا عندنا لو فيرب essayer كما رأينا يعني في الحوالة قبل منه لو فيرب aller. قبل منه لو فيرب aller. Cette formule forme ce qu'on appelle le futur proche. هاد الصيغة تشكل ما نسميه لو فيتور بروش كما نقول المستقبل قريب. جو في ايسايي يعني الان قريبا انا غادي نحاول يعني قريبة. جو في ايسايي دو فيغ اون لاتر انا ساحاول فعل رسالة. طبعا هنا المقصود بهذا الكلام هنا جو في ايسايي d'écrire une lettre. انا ساحاول كتابه رساله. هنا بحال تيقول الام ديالو انا غادي نحاول ندير رساله. ندير رساله هادي ندير هي هاد لو فيغ فيغ. جو في ايسايي دو فيغ اون لاتر انا ساحاول فعل رساله. المقصود هنا كما قلنا جو في ايسايي ديكخيغ اون لاتر انا ساحاول كتابه رساله بور مون اونكل لعمي أو لخالي. لأن كلمة أونكل كما ذكرنا ممكن أن تعني العم أو الخال. Il prend du papier et un crayon noir. Il prend, on essaie le verbe prendre au présent. إذا عندنا le verbe prendre في البريزون في الحاضر. Il prend, هو يأخذ. Du papier. إذا هو يأخذ ورقا et un crayon noir. ثم قلما أسود. Et un crayon noir. ثم قلما أسود. ثم voyons دي sa mère il faut écrire à l'encre فلننظر voyons فلننظر دي sa mère تقول أمه il faut écrire à l'encre يجب الكتابة يجب عندنا هنا لو فيغ فالواغ عندنا لو فيغ فالواغ تنعرفوا بأن لو فيغ فالواغ كأنه وجد ليصرف مع دئيل ما تتصرفش مع الضمائر الأخرى إذن il faut إذن هو يتوجب المقصود بأنه يجب écrire يجب الكتابة à l'encre بالمداد يجب الكتابة بالمداد à l'encre يجب الكتابة بالمداد استعمال المداد الموجود في هاد الآنية الصغيرة. قالت الأم ديالو فلننظر يعني خاصنا نشوفو بأن راه خاصنا نكتبو بالمداد. Voyons, dit sa mère, il faut écrire à l'encre. يجب الكتابة بالمداد. طبعا هاد voyons, واخا داخلة فيها الأم في الحقيقة كأنها تقول لابنها انظر. إذن هي قالت بدل هذا فلننظر. يعني انظر يعني شوف خاصك تكتب بالمداد. خاصك تكتب بالمداد بدل القلم الأسود مثلا. إذن voyons, dit sa mère. Il faut écrire à l'encre. إذن هذا الذي سيقوم بغني طبعا غني ترومب سا بلوم دون لونكريي. لونكريي فوالا سي لونكريي كوم نو فويون سور ليماج سي لونكريي. إذن هي الإناء الصغير الذي نضع فيه المداد يسمى لونكريي. إذن غني ترومب ترومب سي لو فيرب ترومبي غني يغطس غني يغطس سا بلوم ريشته دون لونكريي. إذن هو يغطس ريشته في هاد الإناء الصغير. هون ترومب سا بلوم دون لونكريي. إلى إكخي إن لاتر. إلى إكخي إن لاتر. هو يكتب رسالة. إلى إكخي بيان
il écrit bien ou يكتب جيدا. طبعا عندنا لو فيرب écrire au présent. ما عندناش مثلا هنا il a écrit une lettre. هو كتب رسالة. إذا وضعنا il a écrit une lettre تيولي أنه وقع في الماضي. يعني أنه كتب فيما سبق. il a écrit une lettre. إذا هنا عندنا il a écrit une lettre. il a écrit bien. il a écrit bien. إذا هو يكتب جيدا. il met la lettre dans une enveloppe. il met la lettre dans une enveloppe. إذا هو يضع الرسالة dans une enveloppe. dans une enveloppe في ظرف. وضعها في ظرف. il met. طبعا عندنا هنا لو فيرب ميتر. قلنا لو فيرب ميتر كونجيي او بريزون دو لا ميم فاسون كوم لو فيرب إكخير. لو فيرب ميتر مصرف في البريزون بحال إكخير. il met la lettre dans une enveloppe. في الماضي ماذا نقول؟ il a mis. il a mis. طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ميتر هو مي. اما في البريزون تتصرف الفعل كله. il met la lettre dans une enveloppe. je vais la porter. je vais la porter à la poste, dit René. je vais la porter à la poste, dit René. je vais la porter. يعني انا ساحملها. je vais la porter. انا ساحملها. on a le مقصود. je vais porter la lettre à la poste. انا ساحمل الرسالة الى مركز البريد. حتى لا نعيد كلمة la lettre لاننا ذكرناها. حتى نتفادى التكرار سنعوض هذه كلمة la lettre. نعوضها بدلا. je vais la porter. je vais la porter à la poste. انا ساحملها الى المركز. الى مركز البريد. la poste. دي غوني. يقول غوني. je vais la porter à la poste. دي غوني. انا ساحملها الى مركز البريد. يقول غوني. quand on veut envoyer une lettre, dit maman, on colle un timbre. on colle un timbre. quand on veut, عندما نريد. عندما نريد. هاد اون تترجع تتعود على كل الناس كما تلاحظوا. كونت اون فو عندما نريد يعني بما فيها انا وانت. اذا كونت اون فو عندما نريد انفويي اون لاتر ارسالة. طبعا راينا هاد الفعل فيما سبق لو فيرب انفويي. اذا كونت اون فو انفويي عندما نريد ارسالة اون لاتر. اون لاتر رسالة. دي مامون تقول الأم أون كول أن تامبر. يعني أننا نلصق. نلصق طابعا. أننا نلصق طابعا على الظرف. يعني أننا نلصق طابع بريدي على الظرف. أون كول. طبعا كما تلاحظوا بأن أون هاد أون أنها تتعود على جميع الناس. هو ضمير. هذا ضمير. هذا بحال جو بحال تي بحال إيل. غير هو تيتصرف مع الفعل بحال كاين هنا إيل أو كاين إل. إلا قلنا هنا إيل كول ممكن نقول أون كول ولكن مع تغيير في المعنى. هاد أون كما قلنا ستان برونو أنديفيني. ستان برونو أنديفيني كما نقول بأنه ضمير غير محدد لأنه ممكن يرجع على أي شخص. لأنه ممكن يرجع على أي شخص. أون كول أننا نلصق ان تامبر طابع بريدي. كونت اون فو انفويي اون لاتر دي مامون اون كول ان تامبر. عندما نريد ارسال رساله تقول الام اننا نلصق طابعا. فوالا دو لارجون بور لو بيي. ها هي النقود بور لو بيي لادائه. لادائه باش تخلصوا. ها هما الفلوس باش تخلصوا. باش تخلص الطابع البريدي. فوالا دو لارجون بور لو بيي. لو لو تتعود على ان تامبر. هاد لو تتعود على ان تامبر. المقصود هنا فوالا دو لارجون بور بيي. بور بيي ان تامبر لادائي. لادائي طابع بريدي. اذا حتى لا نعيد ان تامبر لاننا ذكرناه. اذا عوضناه بهاد لو. اذا quand on veut envoyer une lettre, quand on veut envoyer une lettre, dit maman, on colle un timbre. Voilà de l'argent pour le pays. René va acheter un timbre
il le colle sur l'enveloppe. إذن غوني va acheter un timbre. إذن غوني ذهب ليشتري un timbre. طابع بريدي. غوني va acheter un timbre. غوني ذهب ليشتري طابع بريدي. Il le colle. هو يلصقه. هو يلصقه. Sur l'enveloppe. على الظرف. يلصقه على الظرف. Puis il porte sa lettre à la poste. ثم هو يحمل رسالته à la poste إلى مركز البريد. Puis il porte sa lettre à la poste. إذا المقصود هنا بأنه دار رسالة ديالو المركز البريد باش يوضعها ويرسلها. إذا كما قلنا غوني إيكخي لاتر. غوني أفواياجي. إلى بخي لو تخان بور غوفونيغ. إلى بخي لو تخان بور غوفونيغ. إلي مانتونو على ميزون. إلي كونتون. إل دي أسا مامون. Je vais essayer de faire une lettre pour mon oncle. Il prend du papier et un crayon noir. Voyons, dit sa maman. Il faut écrire à l'encre. Il faut écrire à l'encre. René trempe sa plume dans l'encrier. Il écrit une lettre. Il écrit bien. Il met la lettre dans une enveloppe. Je vais la porter à la poste, dit René. Je vais la porter à la poste, dit René. Quand on veut envoyer une lettre, dit maman, on colle un timbre. Voilà de l'argent pour le pays. René va acheter un timbre. Il le colle sur l'enveloppe. Puis il porte sa lettre à la poste. Tout maintenant, jeu de lecture silencieuse. René a voyagé. En auto ou par le train? Selon ce petit texte, est-ce que René a voyagé en auto ou par le train? Est-ce qu'il a utilisé l'automobile, la voiture? Ou bien il a utilisé le train pour voyager. Bien sûr, comme nous le voyons, René a voyagé et il a pris le train. Alors là, René a voyagé par le train. La deuxième question, à qui René veut-il écrire? À qui René veut-il écrire? Pour qui? Pour quelle personne? Toujours, selon le texte, René veut écrire une lettre. À qui? Pour son oncle. Pour son oncle. Je vais essayer de faire une lettre pour mon oncle. Il a dit, je vais essayer de faire une lettre pour mon oncle. Alors là, René veut écrire une lettre à son oncle. Ou bien René veut écrire à son oncle. Ou anna René yurid kitaba li ammi. René veut écrire à son oncle. Avec quoi René écrit-il? Avec quoi René écrit-il? Avec un crayon ou une plume? Idan, comme on a dit là, Mahamada René ou كتب. Mahamada René كتب. Le مقصود هنا بماذا René كتب. باش كتب. Avec un crayon, هل هو كتب الرسالة بقلم ou une plume? Ou بالريشة. رأينا بأنه هو أخذ قلما أسودا لكن أمه كما نلاحظ هنا il prend du papier et un crayon noir. ثم قالت له أمه voyons dit sa mère il faut écrire à l'encre يجب الكتابة بالمداد. إذن سنقول هنا René écrit cette lettre avec une plume. Avec une plume. إذن هو كتب الرسالة بالريشة. Pour la quatrième question, sur l'enveloppe, René a collé un. Qu'est-ce qu'il a collé sur l'enveloppe? Alors, sur l'enveloppe, René a collé un timbre. Un timbre. Et dans René, on a al-saqa al-darf, al-saqa tabi'an beridien. Et enfin, on a René a-t-il envoyé sa lettre? Et enfin, est-ce que René a envoyé sa lettre? Est-ce qu'il a envoyé sa lettre? René a-t-il envoyé sa lettre? René هل هو أرسل رسالته? Nous répondons, oui, René a envoyé sa lettre. Oui, René a envoyé sa lettre. Quelle est la phrase qui prouve que René a envoyé sa lettre? Bien sûr, c'est la dernière phrase. Comme nous le voyons, puis elle porte sa lettre à la poste. ثم هو حمل رسالته إلى البريد. المقصود بأنه أرسل
رسالته مادام أنه حملها إلى مركز البريد. إذا نكتفي بهذا القدر نتابع مع الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.